يجب أن نتكاتف، يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا، ويجب أن نعمل بجهود بتضامن وبمحبة وبأخوة لإيجاد طريق الأحسن، الطريق للخروج من هذه الأزمة. التكاتف، التكتل والتضامن بين كل النخب الوطنية أمور مفروضة، خاصة والفترة الراهنة ضمانا لأمن واستقرار البلاد لمواجهة كل التهديدات الخارجية وكل من يريد ضرب استقرار الجزائر. فكان رد ممثل المجتمع المدني: طبعا احنا كمنتدى مدني لنا قيم ومبادئ وتجربة متواضعة، ننخرط في أي مسعى تكتل أو مبادرة تكون لها هذه الغاية وتساهم في الحل السياسي والخروج من الانسداد السياسي، ونساهم كذلك من خلال هذه الديناميكية في تنظيف الأجواء وتهدئة النفوس. الأحزاب من جهتها أعربت عن تضامنها وتكتلها لضمان وحدة واستقرار الجزائر. هو منطقي، هذا هو الطرح اللي كان لازم يكون، يعني صحيح أن النخبة سواء في السلطة أو المعارضة في الظروف الصعبة اللي تمر بها البلد لازم يتكاتف الجهود لمواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، ونتمنى أن الحكومة تبادر إلى تنظيم هذا التعاون على المستوى الولائي والوطني، مثلا أن تدعو إلى ندوة لمواجهة التحديات والمشاكل، وجميع الأحزاب بالتأكيد ستشارك في هذه الندوة. السياسة الخارجية مرآة عاكسة للسياسة الداخلية، ولتكامل هذه المعادلة الثنائية يقتضي تكاتف وتضامن كل النخب لمجابهة كل التحديات الخارجية ورص الجبهة الداخلية. نوه الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بضرورة تكاثف كل الجهود، جهود لشرائح المجتمع الجزائري من نخب للتكلم بصوت واحد يخدم الجزائر داخليا وخارجيا، وهذا هو المعيار المعول عليه في نجاح تلك المعادلة. حماية الوطن والوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات والتهديدات وضمان استقرار الجزائر مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن وجميع النخب على حد سواء وبعقيدة واحدة: هي الجزائر أولا وقبل كل شيء.